نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. تغطيتنا لهذا اليوم حول ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات السكنية هنا في مدينة الموصل، حيث تشهد محافظة نينوى خلال هذه الأيام ارتفاعاً هائلاً في أسعار الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها التجارية والسكنية والزراعية وغيرها، وكذلك ارتفاع بدلات إيجار الدور السكنية والمحلات والساحات التجارية، فضلاً عن ازدياد أسعار شراء المواد الإنشائية والأولية التي تدخل كمادة أساسية عند المباشرة بمراحل البناء والترميم، وارتفاع أجور أيدي العاملة، أسباب عدة تقف خلف ارتفاع العقار هنا في الموصل، فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والله سبب الأسعار يعني الأراضي المرتفع بالموصل، يعني ماكو توزيع من قبل الدولة. لو أكو هناك توزيع من قبل الدولة يعني فيصير يعني أراضي ينزل يعني يرخص، بس يعني موظفين حاليا أكو أساعدهم خدمة 20 سنة 25 سنة ما مستلم أرض، فلأن ماكو توزيع فأراضي أي أسعاره صعبة. يعني بالنسبة العقار ارتفع بسبب الأمان أيضا وربما عودة النازحين. نعم نعم، عودة النازحين إلى بيوتها وإلى كل من إلى بيته ومنطقته، الحمد لله والشكر، وأمان موجود في محافظة نينوى جيد جدا، يعني الحمد لله والشكر، يعني 100% أمان. أي فالدليل على ذلك أنه يدل أنه الأمان موجود، فالناس تريد تبني وتقعد أي وتستقر والحمد لله. بالنسبة للإيجارات مرتفعة بشكل كبير بالموصل وخاصة في الجانب الأيسر. نعم الإيجارات يا أخي العزيز، لأن هو أصلا بيوت ماكو، يعني بيوت ما موفرة للإيجار، يريد يأجر غالي، فماكو بيوت للإيجار. يعني هسه احنا هنا بناحية برطلة هم يعني عندنا أزمة سكن، بالموصل عندنا أزمة سكن، أي فلما ماكو إيجار فراح يزيد السعر. نعم البيوت المهدمة بجانب الأيمن مهدم أغلبية البيوت، ولهذا نعم البيوت المهدمة أغلبية أهل الأيمن يعني جايين على أيسر، فهذا اللي ما عنده بيت راح يأجر، فيأجر يعني تعرف أنت أبو المؤجر يعني مجبور راح يأجر 250-300 وقسم 400 أي. الأسعار وخاصة ارتفاع الدولار له تأثير على المواد الإنشائية. نعم نعم نعم، الدولار أثر يعني شكل يعني قوي على المواد الإنشائية، على الحديد، على السمنت، على الرمل، يعني حتى أجور النقل فأثر، يعني الحديد كان ب700 هسه 1,300,000، الطن الحديد كان الطن السمنت كان يعني ب80 هسه 120، وهذا كله يأثر على الفقير يعني. وإحنا نرجو من الحكومة المركزية من المسؤولين والناشط جميع المسؤولين أنه ينظرون نظرة للفقير، ينظرون نظرة يعني يوزعون أراضي، وإذا أكو أراضي مثلا زراعية مكان مثلا استراتيجي يحاولون يعني هذا الأراضي يسووه ملك صرف. نعم بالنسبة للجوء العوائل إلى بناء الطابق الثاني. نعم اللجوء لأن ما عنده يعني ما يقدر يشتري أرض، فيقوم يبني طابق ثاني، وعندك يعني الأسكان يعني الأسكان جاي ينطون سلفة تقريبا 30 مليون للبناء الثاني وللترميم أي، وخمسين مليون للبناء يعني البيت، فالعالم قام يبنون طابق ثاني على مود العائلة كبيرة يعني كثافة سكانية أي، فما يقدر يشتري أرض يقوم يبني طابق ثاني على مود يستر على نفسه على عائلته.
نعم. ليش بالموصل ما يوزعون الأراضي؟ والله هو يعني هو بيد الدولة، الدولة ما شاء الله أراضي موجود، يقدر يسوي مقاطعة كامل ويقسم الأراضي. أولا ينطي الناس المستحقين، مثلا موظفين اللي بالجيش اللي بالشرطة اللي بالحشد، أي فإذا الدولة يوزع يعني يصير يعني مثل ما يقول شوية نزول بالأسعار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عادوا النازحين كل واحد على منطقته على أحيائه، فالسبب الأول الأمان، الأمان موجود والناس رجعت كلها على بيوتها، وسبب الغلاء ماكو القطع توزيع، ماكو صورة عامة. خلينا نرجع على الموضوع الأراضي، الأراضي إذا أكو توزيع كان صار توسع أكثر بعد، والناس كان كل واحد شاف قاعد اللي عنده خدمة، عنده موظف، عنده عسكري، عنده خدمة، المفروض الدولة تخصص له أرض. عم مكون عائلة هذا، يقول لسه أخوة قاعدين ويا أب، اثنين ثلاثة أربعة، زوج واحد ثاني وثلاث، بعد ما يعيشون سوا بيت 100 متر أو 200 متر، يعني زحمة تجيب وحدة قاعدة وحدة أربع نسوان ببيت واحد، ما يصير مشاكل. فالمفروض الدولة تحل المشكلة بشنو؟ أول شيء توفر أراضي للمستحقين الأرض، يعني سواء ما مستحق لا تنطيه، احنا ما نقبل ولا نقبل تغيير ديموغرافي في نفس الوقت. الموصل طو موصل، بعاج طو بعاج. يعني السبب الرئيسي الدوله ما جاء تاخذ اجراء بتقطيع الاراضي توزيع المستحقين 100%. مرحله اولى، والامان موجود الحمد لله، والناس رايحه جايه، والشغل موجود، موصل بخير، واهله بخير، وان شاء الله العراق كله بخير. نعم. فيما يتعلق بالجمعيات الموجوده، هل تفي بالغرض من اجل يعني تخفيف الزخم الحاصل بالموصل؟ بالنسبه نرجع على الجمعيات، لو كان معاملته صحيحه، ارض مثل ابو الجمعيه المفروض يشتري ارض من اصحاب الاملاك الاراضي الزراعيه بيسوي مثلا 100 دونم، ما يروح يزور يعني يروح يشتري قاع، ما الدوله يجي يقطعه يسمي. لا، احنا نريد الجمعيه الصحيحه، الجمعيه اللي تاخذ اجراءات بسلاسه وتشتري الارض من صاحب الاملاك اللي خلق من اجداده مال ابوه في سبيل المثال 100 دون او 200 دون. فخليه يسوي معامله بطاقه اجراءاته قانونيه، خلي تكون حتى من يوزعه ياخذ اجراءات بعد ما يصير تخطيط عمراني، بحيث من يوزعه بالعكس الجمعيه تخف على الناس. الدوله اذا ما تاخذ اجراء ابو الجمعيه اسهل شغلته، بس احنا نفس الوقت نريد الجمعيه يسوي شيء، يعني قطع الاراضي يكون يكمل معامله بحيث يصدر سند للناس، مو الناس يشتري قاع ورا باقي ما يبي سند ابو جمعيه. بس احنا هسه حاليا عندنا اذا زراعي ماكو ما ياخذ، الدوله ما تقبل يعني تسوي اجراءات السندات، يعني تقطيع بصوره عامه ممنوع، يعني بس الناس متضايقه صراحه، غير الناس متضايقه، ماكو سكن ضعيف، عندنا ازمه ايجارات، ماكو سكن، الموظفين باقين عمره صار 40 سنه بعد ما يملك له شبر قاع، وراح يموت ما يقعد ببيته، كان قاعد ايجار وايجاراته بالشهر 300 و400، يعني شو يصير؟ الله يسعد. لجوء العوائل الى الاراضي الزراعيه من اجل البناء لارتفاع اسعار العقارات بالموصل، العقارات بالموصل لو اكو توزيع كان ما صار صعد العقارات. لو اكو صحيح كل انسان مستحق ارض، انا اسم موظف بالدوله عندي خدمه 5 سنوات ولا 7 سنوات، انا ما اقول لك سنه تعطيني ارض، لا، شو وقت ما صعد 5 سنوات خدمه او اكثر من 5 سنوات استحق ارض من الدوله، احد شروط يعني احد استحقاقي هذا، مثل ما تعطيني راتب المفروض تعطيني ارض، والارض وراء بعد اجراءات عقاري شوي حتى اقدر ابني، اقدر اكون نفسي، وبنفس الوقت انا راح اعطي مقابله ثمن، يعني مو بلاش. الدوله يعني مثل قبل نظام، قبل نقول كان يعطون الارض هقد مثل بقد فلوس ويسدد البلديه على شكل اقساط بالسنه او بالشهر حسب الاتفاق يصير العقد وياه. فالسبب الرئيسي توزيع ماكو بالموصل، والارض اذا ينبني بعد ما يجي مكان ارض، فصار عندنا ازمه السكن. قرار توسيع المحافظة إلى 7 كيلومترات، هناك ضرر وهناك الجانب الإيجابي، كيف ترى؟
احنا بالنسبه شنو الضرر؟ الضرر ما نريد يعني احنا مطاط هوب خليه يسعر، عندنا موظفين، عندنا حشد، عندنا شرطه، خليه يكون على مسقط الراس توزيع. احنا ما يصير واحد مسقط راسه ابو حمام علي جاي تقعده ببرطله او تقعده ابقوا، يعني كل شيء له. خلينا نكون نرجع لي ورا شويه، كل انسان عنده مسقط راسه، مسقط راس او مال اجداده، منين سكن، وين كان ولادته، فيجي يقعد وين ما كان. بس انا ما يصير اجيب واحد من تل الرمان مسقط راسه يقرا بعاج اجيبه قاعد وسهلين، ما يصير. ليش؟ احنا منطقه ما ندور عنصريه، لا لا بالعكس، والله نرحب بيهم، بس هذا هو عنده منطقه وعنده قرايب وعنده اهل، فياخذ راحته اكثر ما يجي يقعد يمي. وحتى يكون الامان لنا بعد احسن، انا اعرف ولد عمي وعشيرتي احسن ما يجيني واحد ما اعرفه. مو؟ واذا اضطر الامور هم ما يخاف يجون يقعدون على راسنا نحطهم، اللي يحترمنا وخلي يقول يحترم نفسه، ما عنده مشكله، ملتزم ويا الناس. بالعكس نرحب كل انسان طيب عنده شهاده مثقف استفاد منه يجوز. لحد الان الموصل وخاصه على اساس هناك توزيع في منطقه الغزلان للموظفين، يعني اكو صاحب غزلاني معسكر كبير. بالعكس احنا ما نستفاد شيء من المعسكر، اذا معسكر يوزعوه للموظفين او في سبيل المثال او العسكريين، خوش مبادره هاي بالزيانات. معسكر يظل معسكر، ما ظل معسكر شوله، يعدلوا كله، يجيبوا له خدمات. اول شيء لازم يجيبوا له خدمات، المفروض الدوله قبل ما توزع اي ارض يوفر خدمات، ما توسيب الكهرباء، ما يشارع هذني، حتى من تجي تبني انت عندك خدمات مرتاحه، انت مو تجي توزع قاعه تعوفه ما يبي كهرباء ما يت ولا شنو، فلان قاعد فلان مكان شلون يعيش بيه؟ يعني اللي يوزعون مثلا 1000 قطعه، من 1000 500 يدون يقعدون خلال اشهر، يجوز 500 ثاني بعد سنه ما يقعد، بس ال 50 وين يروح اذا ما يبي شارع او ما يبي كهرباء؟ فزحمه عليه يصير. المفروض الدوله في المرحله الاولى اذا توزع الغزلاني اسوي الشو على مره صحيح، اجيب كهرباء، اجيب ماء، ارجع اقوم اقطع من على الاستحقاق، على الاولويه، على يعني خلينا نقول كل انسان، اكو واحد مهندس اكو واحد فراش، يعني هم المهندس له حق علينا مثل ما شهادته وتعب. مو يعني ما يصير انا اجيب فراش قاعد يوم مهندس، ما يصير. يصير كل حي كان قبل ايش يسموه حي المهندسين، حي العسكري يختلف، فهم نريد من الدوله توفر للناس تسوي احياء وشي نظام مرتب. احنا نشكر جهودهم ما موجود الحمد لله، ما ننسى، والخير كثير ان شاء الله علينا وجاءت اكثر بعد، ورحم الله والديكم. ارتفاع العقارات في محافظة نينوى وسهل نينوى وبالأخص الساحل الأيسر هي بها أسباب متعددة. السبب الأول والرئيسي يعني احنا نتكلم عليه وبكل صراحة هو يعود إلى الحكومة المركزية. الحكومة المركزية ما عتوفر ولا عتوزع أراضي سكنية للموظفين وللمنتسبين من الداخلية والدفاع والموظفين والمتقاعدين، أغلب الشعب بدون مسكن، قاعدين إيجارات وماكو توزيع، ماكو تخصيص من قبل الدولة. ولهذا يكون هناك دور فعال للقطاع الخاص والتجار الكبار
بشراء الأراضي بمبالغ كبيرة وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة. و القطاع الخاص هنا أقدر أقول لك أغلبية القطاع الخاص متكئين ومسندين من قبل أحزاب كبيرة. يعني لو الدولة وفرت للشعب وخصصت أراضي ووزعت أراضي للمنتسبين للشهداء اللي ضحوا بدمائهم، أغلب عوائل الشهداء قاعدين إيجارات، كان ما وصلنا إلى هذا المرحلة الصعبة بارتفاع أسعار العقارات الموجودة في محافظة نينوى والساحل الأيسر وسهل نينوى خاصة. نعم، فيما يتعلق بذكرت بأنه الأحزاب اللي تسيطر على القطاع الخاص وتقوم بشراء الأراضي الزراعية والتوزيع على شكل مجمعات سكنية. نعم، هو يعني الرأسماليين نقدر نسميهم الرأسماليين أصحاب النفوذ القوية في المنطقة بالتعاون مع بعض الأشخاص في سهل نينوى بشراء الأراضي الزراعية وتقطيعها وبيعها للمواطنين بأسعار يعني كبيرة جدا، واستغلال المواطنين بهذا التوزيع الأسعار والتوزيع، لأن ما يعني المواطن لا حول ولا قوة له إذا كان الدولة ما يوزع لهم، إذا كان المنتسب يشتغل يروح يتقاضى راتب باذل حياته من أجل الوطن والشهيد اللي ضحى بنفسه من أجل الوطن، إذا الدولة ما عاد تنطيه هو راح ينجبر يلجأ إلى هؤلاء الجماعة اللي هم القطاعين الخاص والرأسمالية، يلجأ ويشتري من عندهم ويبني. وأغلب القطع الأراضي الموجودة واللي تم شرائها من قبل الرأسماليين وتقطيعها وبيعها للمواطنين بدون موافقات رسمية أيضا. فيما يتعلق بتوزيع الأراضي ذكرت لحد الآن أهالي الموصل لم يستلموا القطع خاصة في أطراف الموصل، تدمير جانب الأيمن أليس له تأثير على أيضا ارتفاع العقارات في الجانب الأيسر من الموصل؟ أكيد 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 له تأثير، ولكن التأثير اللي حدث في الجانب الأيمن من قبل عصابات داعش الإجرامية له تأثير، هدم البيوت والخراب، وأصبحت منطقة منكوبة، وأصبح الزحف تقريبا 50% من الأيمن إلى الأيسر، طبعا أيضا يكون له تأثير في ارتفاع الأسعار. حاليا الأسعار الأراضي إذا كان مثلا ملك صرف أو أرض زراعي قد يعني الأسعار بين منطقة ومنطقة؟ صدق المنطقة اللي بالأراضي الزراعية ما لا يقل المتر عن 100 ألف دينار إلى 120 ألف دينار أرض زراعية ومملوكة للدولة ومقطعة من قبل رأسماليين بدون أي موافقات رسمية. يعني إذا يروح المواطن البسيط يشتري له 100 متر يكلفه تقريبا بال 15-20 مليون، وبها هناك مشاكل تحدث من كهرباء والماء وماء الإسالة وما شابه ذلك، وإنما العقارات الطابو الرسمية أصحاب سندات عبرت مبالغ خيالية، يعني وصلت إلى مبالغ خيالية بحيث وصل في بعض المناطق إلى 250-300 مليون دينار للقطعة الوحدة، وفي مناطق أخرى إلى 150 مليون دينار للقطعة الوحدة. فأيضا الفقير هذا وين راح يتجه؟ راح يتجه إلى الرأس الماليين ويشتري هذا القطع الزراعية اللي لا بها أساس ولا بها أي موافقات. بالنسبة للأراضي الزراعية وكذلك الملك يعني العقارات أيضا ربما المواد الإنشائية له تأثير في ارتفاع الأسعار، نحن خاصة حاليا ارتفاع سعر الدولار لحد الآن كما هي، وكذلك الحديد الأوكراني أيضا كان له.
هو المواد الإنشائية بصورة عامة، مواد البناء والإنشائية بصورة عامة هي في ارتفاع مستمر، إن كان قبل صعود الدولار أو بعد صعود الدولار فهي بارتفاع، بارتفاع مستمر. فطبعا من صعد الدولار، الحكومة المركزية من صعدت الدولار طبعا راح يتأثر أكثر. إذا كان قبل صعود الدولار من الصعب يكون شراؤه من قبل العوائل المتعففة والفقيرة، فكيف بعد صعود الدولار راح تصعب عليه أكثر فأكثر، فيعني تلجؤون إلى الإيجارات. والإيجار كان في وقتها يعني تأخذ لك بيت، يسكن الفقير يستأجر له بيت بمئة ألف دينار، حاليا الإيجارات وصل إلى 250-300 ألف دينار بالشهر الواحد. وصل أكثر من 500 في مركز المدينة وربما أكثر. في مركز المدينة حاليا بالأحياء الراقية وصل إلى 500 دولار و600 دولار، وفي الأحياء البعيدة شوية وصل تقريبا إلى 300 دولار، وفي النواحي والأقضية وصل إلى 300-350 دولار بالشهر الواحد. فأين يذهبون العوائل المتعففة والعوائل اللي توسع البيت؟ وهناك بعض العوائل لجأ إلى بناء الطابق الثاني. يلجأ إلى بناء الطابق الثاني طبعا، هناك يعني الشعب نحن في ازدياد وليس في نقصان. فعندما الأب كان قبل داعش، قبل دخول داعش، قبل سقوط نينوى ب4-5 سنين، وأصبح عندنا الآن 4-5 سنين عائدين، قبل 11 سنة 12 سنة كان العائلة إذا كانوا 3 أخوة أو 4 أخوة كان أعمارهم ما يتجاوز 12-15 سنة، الآن أصبح أعمارهم 20-25 سنة اللي يستحق الزواج. فهذا من يستحق زواج يكون له بيت. فإذا كان العائلة غير قادرة على شراء أرض أو على شراء دار للبناء فراح يلجأ إلى إعمار الطابق الثاني وبكلفة يلا بزيادة. إحنا تزايد العدد طبعا أيضا له تأثير في هذا الشيء. جنس الأرض من الزراعي إلى الملك صرف أو إلى السكني، لماذا هناك تعقيد وهناك كثير من المشاكل؟ لماذا لم تمنح الدولة تحويل جنس الأرض؟ هي كل الأراضي الزراعية، كل الأراضي الزراعية قانون، هذا قانون قديم وقانون ثابت، هي كل الأراضي الزراعية تعتبر مملوكة للدولة. هناك يحدث استثناءات ببعض القطع الزراعية القريبة من المدن ويحولوها إلى ملك صرف لتوزيعها، لتوزيعها على الموظفين والمنتسبين كقطع أراضي سكنية. يعني ممكن هذا يتحول من زراعي إلى سكني بموافقات أصولية، ولكن هذه الموافقات تأخذ لها إجراءات الروتينية الموجودة عندنا في البلد سنوات عديدة. يعني بدل ما يروح يسوي هاي المعاملة الطويلة والعريضة، لا يروح يبني له طابق ثاني أو يشتري من الأراضي الزراعية المقطعة بغير أي موافقات رسمية. سبب هو أسباب، بس السبب الأول عدم توزيع قطع الأراضي. السبب الأول اللي خلى الأسد القطع الأراضي يصير نار. يعني أنت تروح على 100 متر يقول لك 120 مليون 103. السبب وشنو؟ توزيع ماكو، قطع أراضي توزيع ماكو. هذا فجر شنو فجر غلب الأسعار الأراضي. يعني سهل لينا أسد دونم إذا عز سايدين 300 مليون يصل. سبب عدم وجود توزيع أراضي.
وضع مستقر للحركة التجارية، حركة التجارية يصير الغلاء يصعد. ولا أكترية الناس ترى ما عنده راتب، والغلاء براس دائما يصير براس الفقير. هسه أحسن كوضع كتجارة ك يعني إيش نقول، كل شيء زين، بس القطع على أراضي التوزيع حتى ينزل، حتى عندك حالته تعبانة يقدر يشتري يبني له بيت، ما يقدر يروح على 100 متر يقول له 120 مليون 160 مليون 70 مليون. عالم اتجهت الى اراضي زراعيه، هل في خدمات في اراضي زراعيه؟ بس مجمعات، اذا مثلا عندك قطع يبيعه هذا فقط بخدمات، ولا غالي زين. هل اثر صعود مواد الشائيه؟ اثر اي والله صعب، وكل المواد اللي صعد اثر على كاهن المواطن. شنو مطالب؟ والله مطالب توزيع قطع اراضي للشهداء، للمفقودين، للموظفين. هذا مو 20 سنه قطع اراضي لم يوزع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة الأيام الفضائية على هذه المبادرة. حقيقة بعد عمليات تحرير محافظة نينوى تعلمون أنه أصبح في الجانب الأيمن هناك دمار كبير وكثير، حيث قام أهالي محافظة نينوى بالانتقال من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، وبوجود القوات الأمنية والحشد الشعبي والأمان الموجود في محافظة نينوى نلاحظ أنه هناك ارتفاع في أسعار العقارات. يعني بالنسبة يعني قبل كان من 300,000 للمتر الواحد، الآن أصبح من 100,000 إلى 300,000 أو 400,000 دينار للمتر الواحد. حقيقة يعني هذا يعني جاي نلاحظ أنه ارتفاع في أسعار الإيجارات أيضا، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المواد الإنشائية. هذا ما نلاحظه مما أثر سلبا على ارتفاع العقارات في محافظة نينوى. بالنسبة للمواطن الفقير من يريد يبني، يعني وين يلتجئ حاليا؟ التوزيع الأراضي ماكو، وكذلك في الغالب هناك جمعيات، وهذه الجمعيات السكنية أغلبهم جمعيات وهمية. فعلا هناك جمعيات وهناك بناء عشوائي لكثير من العوائل في المناطق الزراعية. طبعا المجمعات السكنية أسعارها غالية جدا جدا، يعني بحيث أنه يصل إلى 100 مليون 150 مليون سعر بناء غرفتين، ويعني نقول مثلا غرفتين مع صالة. هذا طبعا أسعار خيالية، أسعار يعني ما المواطن الموصل الآن في ضوء هذه الظروف ما يتحمل أنه يسكن في هذه المنازل. أسعار الإيجارات، الإيجارات، إيجارات المحلات والبيوت، إيجارات غالية بشكل كبير مع توقف وكساد في الأسواق المحلية في محافظتنا. يعني هناك كساد وركود في الأسواق المحلية من جميع الجوانب، المواد الغذائية والمواد الإنشائية وكل ما شابه ذلك.
بالنسبه هناك ايضا يعني مع ارتفاع الاسعار ربما ايضا هناك بعض المواطنين من خارج المحافظه سواء كان من بغداد ومن دهوك ومن اربيل يلتجون لمصر لشراء العقار. فعلا حقيقه هذه كان يعني قبل داعش كان اكثر اهالي المحافظات الشماليه ساكنين في محافظه نينوى تركوها بعد دخول داعش، والان عادوا لشراء هذه العقارات، وعادوا يعني الكثير من المحافظات الشماليه عادوا الى محافظه نينوى ويقوم بشراء المنازل في محافظه نينوى. هل يعني برايك الحلول من قبل الدوله للقضاء على هذه الارتفاع وكذلك توفير يعني انشاء مجمعات سكنيه او مثلا توزيع اراضي للقضاء على هذه الظاهره؟ نعم، باستطاعت الدولة أنه إقامة مجمعات سكنية في محافظة نينوى، في مركز محافظة نينوى وأطراف محافظة نينوى للسيطرة على هكذا حالات. هناك ارتفاع في أسعار قطع الأراضي والعقار في مناطقنا، والسبب يعود إلى عدم توزيع الأراضي إلى الموظفين والموظفين والعسكريين والعوائل الشهداء. ماكو توزيع قطع أراضي، يعني صار 20 سنة، أكثر من 20 سنة ماكو توزيع أي قطع أراضي في مناطقنا، وهذا السبب رئيسي في ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سهلينة وفي الموصل. سابق لا، ما كان أكو عمارة سابق، لأن سبب يعود إلى يعني الوضع ما كان مستقر، يعني الوضع كان الناس يتخوفون من بناء البيوت والمجمعات السكنية. بعد التحرير لا، هناك استقرار أمني واستقرار اقتصادي ووجود حركة تجارية وبناء مجمعات وبناء بيوت، بس العقار غالي، سبب يعود الى عدم توزيع الاراضي الى الموظفين. مواد انشائيه اثرت على المواطن بالتاكيد اثرت على المواطن. هناك ارتفاع في اسعار بناء الانشاءات، يعني بلوك السمنت والمواد الحديد. والله الحلول يم الدوله، حلول اذا الدوله هي عندها خطط استراتيجيه توزع اراضي. اكو عندنا اراضي يعني تابع للدوله، إذا تقطع هذه الأراضي توزع للموظفين أكيد راح ينزل العقار أكيد. مشكلة العقارات، مشكلة الأراضي، المشكلة الدولة ما يدعم الفقير، ما يدعم اسمه الشهداء، عوائل الشهداء، المعوقين، شوية رواتب يطوم، شوية قطع أراضي، توزيع قطع أراضي على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، على اليتامى، على المعوقين، شوية يزيدون رواتب مال الرعاية، رواتب مال الرعاية ما يكفي. اكو فقير ما يقدر يعني ما يصل اسبوع راتب مال الرعايه. والله عقارات غالي، والله عقار العقار بالمنطقه غالي، انا اقول لك الاراضي غالي بالمنطقه، الفقير والله ما يقدر يشتري. والله السبب ماكو حكومه، ماكو دعم ماكو من الدوله، من الحكومه ماكو دعم، غير مثلا الحكومه يروح عنده اراضي يوزع للفقراء، يوزع هذا يلا ينزل شويه الموظفين، كلهم عيتعبون، كلهم عيجون، يروحون ليل مع نهار. هذول الجماعه اسمه الحشد الشعبي كلهم عيناضلون عيقاومون، غير مثلا واحد الجريح المعوى غير ينطو قطعه ارض حتى يستفاد، حتى يقول ايه والله الدوله دعمني. يا اخوي يدعمهم بالفلوس، يدعمهم بالارض، يدعمهم بالهذا. والله ماكو توزيع، اللي عنده قاع يبني بيه، اللي ما عنده قاع لازم يشتري، واللي يشتري بعد ما يقدر يبني، إذا ما يصير 10 سنوات 15 سنة ما يقدر يبني، بيش يبني؟
ما كن وزع الحكومة، وين كن وزع؟ ما كن وزع ولا متر الحكومة على الفقراء ولا على أي واحد بالمنطقة. أي والله أكو أزمة سكن، هسه الشباب كلهم الشباب عيتزوج يريد له بيت، إذا ماكو أرض منين يبني بيت؟ والله الشباب هسه الشباب هسه أي قد عمره بعد ما واصل 20 سنة يتزوج، يتزوج يراد له بيت، بيت ماكو، وين أكو قاع؟ قاع ماكو. لا أراضي كله زراعي، زراعي ما بي خدمات، وين خدمات؟ وأجمع الموصليون بأن الحل لهذه المشكلة أن تتولى الدولة مراقبة عملية بيع العقارات وبناء وحدات سكنية وتوزيع الأراضي على الموظفين، وكذلك تغيير جنس الأرض من الزراعي إلى السكني للقضاء على ارتفاع العقارات في مدينة الموصل. أقد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، عسى أن نال رضاكم، نستودعكم وإلى اللقاء.